انت تعمل وده سؤال، هل لما بيجي لك الزبون، لما بيجي لك الشخص بتاخده تقول له هو جاي مش عارف عايز يعمل ايه ومعاه قدر من الاموال ممكن تعمل لك مشروع صغير، بتوجهه ولا بتخليه يروح للمشروع التجاري اللي هو السوبر ماركت وكشك السجاير والحاجات التقليديه دي؟ احنا طبعا بنوجه للمشروعات الصناعيه بالذات، ان احنا النهارده زي ما الدكتور بيقول صناعات المغذيه مثلا بالتنسيق مع بعض الجهات زي هيئه التنميه الصناعيه في مجمعات صناعيه معموله مخصوص للمشروعات الصناعيه المتوسطه والصغيره، فيها وحدات باسعار مناسبه جدا، بنوجه الناس يعملوا مشروعات صناعيه في هذه المجمعات. هل الناس بتقتنع؟ والله الى حد ما كبير، يعني انا كنت لسه قريب في مجمع الصناعات في مرغم، ده مجمع صناعات للبتروكيماويات، المجمع كله بالكامل امتلأ على اخره بدعوه من هيئه التنميه الصناعيه وجهاز تنميه المشروعات لاصحاب المشروعات يعملوا صناعات في هذه الاماكن، ففي ناس بتستجيب. عندنا مجمعات زيها كمان في الصعيد، يعني كل محافظات الصعيد فيها مجمعات من هذا النوع، بندعو الناس ان هم يقدموا فيها. يعني لما بيجي لك موجود الزبون موجود لها الدراسات، هو بيجي يقول لك انت بتاخده بقى توريه تقول له لا بس انا شايف ان انت مثلا من محافظه، انا شايفه ان انتوا موجودين مثلا ان 45 في المية من التمويلات في إبلي، 37 في بحري وده رقم كويس، 13 في المحافظات الحضرية وخمسة في المحافظات الحدودية، دي أرقام كويسة. أنت بيجي لك مثلا حد من الصعيد فبتقول هو عايز، هو الطبيعي بتاعه بيفكر أنه عايز يعمل سوبر ماركت أو بيفكر أنه عايز يعمل أي نشاط تقليدي تجاري تقليدي، أنت بتيجي تقول له لا أنا عايزك تفكر في حاجة تانية، طب ما تعالى نفكر نعمل كذا. هي دي المشكلة، أن معظم الناس بتبقى ميالة للربح السريع فبيبقى مفكر في المشروع التجاري. إحنا في المقابل في الناحية التانية بنعمل ندوات ولقاءات مع أصحاب المشروعات، بنشرح لهم بقى مزايا المشروعات الصناعية وإيه اللي ممكن يتاح لي من خدمات، يعني الفايدة البسيطة، المجمعات الخدمية اللي أسعارها سواء إيجار أو تمليك أسعارها في متناول الجميع، كل المزايا اللي اتعملت لهذه المجمعات، دراسات الجوده اللي ممكن تتعمل ويقدر نساعده فيها. ما يمكن لو عندك زي اماكن مجمعه لمجموعه من الصناعات مثلا، وانا عارفه ان ابتدى يبقى في هذه الاماكن المجمعه لمجموعه من الصناعات موجوده في كذا محافظه، تقول له على فكره انا ممكن افتح لك حاجه في هذا المكان، انا ممكن اساعدك بهذا في هذا المكان. هنا ده دور انك توجه الزبون مش تاخده بس وتعمله كشك السجاير. صحيح، ده اللي بيحصل زي ما بقول لحضرتك في مثلا زي مجمع الصناعات الصغيره في مرغم، مجمع الغزل والنسيج في المحله، دي كلها تجمعات فيها وحدات كلها تتناسب مع اصحاب المشروعات المتوسطه والصغيره. طيب الفايده، ارتفاع سعر الفايده اثر عليك؟ عمل لك مشكله؟ ارتفاع سعر الفايده اثر على المشروعات؟ اثر، دي لازم نبقى متفقين تماما ان احنا كجهاز لسه بتسلف ب 5% ولا لسه بسلف ل 5% المشروعات الصناعيه، لان هو ده في بس انت بتستلف بكام ولا انت بتجي لك؟ ما هي خليني اقول حاجه باختصار شديد، هي الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها انا بيبقى عندي محفظه من المنتجات التمويليه، انا الاهتمام ايه؟ ايه اللي بيعمل تنميه؟ ايه اللي بيعمل فرص عمل القطاع الصناعي بالذات المشروعات الصناعيه الجديده؟ فبالتالي لازم ادعمها، فانا ممكن ادي ب 5% وهو اقل من تكلفه الاموال عندنا، لكن بعوضها من المشروعات التجاريه، المشروع التجاري في النهايه هو عنده تكلفه وبيبيع. خليني برضو ارجع لنفس السؤال اللي كنت بتساليه الاستاذ محمد عبد الملك، هي الفكره كلها ان انا دوري كجهاز تنميه المشروعات ان انا بوفر مجموعه من الخدمات. طيب لو انا لما بتطرح الوحدات الصناعيه احنا بنروح دايما للناس اللي عندها خبره في الصناعه، انا عايز اجيب حد يعمل مشروع وينجح فيه ما يفشلش، وبالتالي فانا لما عايز اعمل مشروع صناعي خاص بالصناعات المغذيه، خاص باي نوع من انواع الصناعه، فانا بتارجت الناس او بستهدف الناس اللي عنده خبره، مش لازم عنده مشروع بس ممكن اشتغل. ممكن تاخده تدربه، يعني ممكن، ما هو الناس مش كلها عندها خبره. حلو، ما اختلفناش، بس هي المقصود بالخبره في الحته ديت ان هو يكون عمل المشروع، مجرد ان هو اشتغل في الصناعه دي فهو فاهم مدخلات الصناعه، انا دوري اوجهه وارشده واساعده واديله الدعم، بس لازم يبقى في عنده حد ادنى من العلم. طيب. خلوني بس اقول القطاعات، احنا بنتكلم في 65% من القطاع التجاري زي ما استاذ محمد قال، 15% الخدمي. يعني ايه خدمي؟ زي ايه المشروعات الخدميه؟ يعني مثلا صيانه الاجهزه، صيانه الكمبيوتر. 10% قطاع ثروه حيوانيه وده منطقي. 9% صناعي، قليل قوي. خليني اقول حاجه، قليل ليه؟ اللي هي الفكره في النهايه ان البنك المركزي النسبه دي كانت قبل مبادره البنك المركزي كانت اعلى من كده، اللي حصل ان كانت اعلى من كده ليه؟ لان في النهايه كانت الاسعار كلها واحده، المركزي دعم المشروعات الصناعيه ولما طلع بمبادره المركزي في يناير 2016، وبالتالي انا ما بقدرش اسلف ب 5% من خلال عقودي اللي مع البنوك والمؤسسات الماليه، انا بسلف ب 5% من الاقراض المباشر بتاعي. فهتلاقي حضرتك على مستوى المحفظه هي 9%، لكن على مستوى الاقراض المباشر اللي بيطلع من الجهاز مباشره 35%.
1% مهن خضر. أظن برضو إن 9% القطاع الصناعي أغلبها برضو صناعة كرتون ورق وملابس، يعني ما فيش صناعات متخصصة أكثر أو صناعات مغذية على ما أظن يعني. ما هي الفكره في ان هي المقصود بالصناعات المغذيه ايه؟ هي الفكره الكرتون ممكن تعتبره منتج نهائي، ممكن تعتبره صناعه مغذيه. صناعه مغذيه اللي بيروح يورد للمصانع اللي بتنتج مواد غذائيه، فبيحتاج الكرتون عشان يعبي بيه الحاجات دي. فهي مفهوم كلمه الصناعه يعني قصدي حاجات تكنولوجيه اكتر شويه. احنا في من ضمن الناس مثلا في مصنع اللي بينتج تلفزيونات في محافظه بني سويف. جميل. احنا عندنا في عميل من العملاء بتوعنا هو بينتج المسامير اللي بتدخل في التصنيع. جميل. جميل. بس خليني برضه اوضح لحضرتك جزئيه هامه جدا، ان الصناعات المغذيه ما ينطبقش عليها تعريف المشروعات المتناهيه. ان اقل مشروع طالما صنعه بتجيب معدات وبتتكلم في كده، بتتكلم في حجم تكلفه استثماريه باسعار تضخم الموجوده دلوقتي مش اقل من 10 مليون جنيه.